لا 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 ارسل لي انا كلمتين وانور كلمتين اي اي واضح ولا في بالواحد بالواحد انا مش نقعد ورا والله شفت يا سي انور الامل جلوتير دو سي في لا ورحمه بابا السر والكمون والحجاب يزيد في الزين راه يا بنو تاج سيد أحمد نحاول نختصر التجهيزات اللي حكيت عليها فيما يتعلق بملف إيقاف مهدي بن قربية وكذلك ربما حكيت عليه تعرضه للعنف المستشفى. ملف مهدي بن قربية تكون في إطار عام متاع الشعار الهلامي متاع مكافحة الفساد بدون واقعية ومع عدم احترام لقرينة البراءة لا شخصية العقوبة ولا شخصية التتبع بالتواطؤ ما بين سياسي وعصابة الفساد والابتزاز وأدى هذا إلى فتح بصفة مخالفة للقانون البحث والتتبع من قبل وكيل جمهورية سوسة قبل أن يتعهد بالاختبار وبالملف من الدائرة التجارية والمدنية والملف نعاود نذكر اصله مدني وتجاري ما بين زوج صناعيين زوج رجال اعمال وقع الانحراف به واضافه تبييض الاموال والتدليس بعد 60 يوم تحقيق وسماع العشرات وعديد شو اسمها هذيك التعهيدات هذيك المأموريات بعد قرابه شهرين في 14 ديسمبر يختم قاضي التحقيق في 37 صفحه وينتهي إلى خاصة الإذن بالإفراج اثنين ما فماش تبييض أموال وثلاثة ما فماش تدليس دونك قد كان جانب تجاري تقريبا ما بين زوج تجار مع ذلك تفطرنا وهذا الأخطر اللي يقع توظيف الملف من قبل نائب وكيل الجمهورية بسوسة وقصار تجاوزات خطيرة منها إخفاء عناصر بحثية وأدوات تحقيقية جاتوا في 23 نوفمبر 2021 لم يضفها في الملف إلا بعد ختم التحقيق وتحديدا في 29 في آخر جانفي 2022 وعلى هذا الأساس لكل هذا عملنا شكاية ضد القاضي هذايا لدى المسألة على القضاء لدى المتفقد العام بوزارة العدل لدى وزارة العدل من أجل الانحراف بالإجراءات وإخفاء وثائق بحثية حاسمة في الملف وكذلك التمطيط في أجال في أداء وظيفته بقصد إطالة إبقاء مهدي بن غربية في السجن من ذلك مثلا أنه طلباته في الاستئناف لم يقدمها إلا بعد 13 يوم والحال أنه المعمول به نهار ولا نهارين يضاف إلى ذلك كونه معناها الملف نحن متأكدين اللي ما فما حتى شيء ما يدين مهدي بن غربية وما فما حتى سور دمنقوب خذاها من فلوس الدولة فما نزاع تجاري وحتى طرف عمومي ولا الدولة قالت مهدي بن غربية خذ اللي من لي وتوا نحيل الكلمة لسي أنور اي خلني شنو طردتني الله يمن سي احمد الميكرو شنو السؤال هذه الشريطه كان لي راجل يلعب على الشريطه هز جبني ايش ربي هذه اللي عملوها المهدي بن غربيه ما يتحركش ما يدورش أولا نحب نقول ملف مهدي بن غربية اللي محال عليه أو اللي موقف عليه في محكمة سوسة وهو موجود في سجن المستعدين ملف فارغ واقع البحث منذ الكافي إلى حد هذا التاريخ في عناصر كان في عناصر إدانة وما بقاوش في عناصر إدانة ولم يقع البحث في عناصر برة مهدي بن غربية موجود في السجن في إطار محاكمة غير عادلة إلى حد هذا التاريخ لم يقع احترام إجراءات الاحتفاظ بحقه قعد 36 ساعة
هو في حالة احتفاظ بدون إذن قضاء. أكثر من ذلك بعد ما دخل السجن تعرض معنا لسوء المعاملة، ممنوع من أنه يزور ولده، يزوره معنا يحزن ولده، يحبوه ولده عمره 5 سنين، الناس كل تعرف حكايته، أنا توفيت والدته وما عندوش الحق يحضن، هو رشيد صغير 5 سنين ومرأة القدماني يرابوه في السجن. حاجة ثانية، عنده معنا مرض مزمن، دخل عليه 3 مرات للمستشفى أثناء البحث وبعد في السجن، في آخر مرة في حتى دخل معنا في حالة متعبة ياسر وفي ضرب جوع، ربطوه سلسلة في ساق في السرير ما يجمش يرقد، هو في الحالة هذيك يطلب برفع السلسلة، وقع الاعتداء عليه بطريقة وحشية داخل من طرف أعوان نتاع السجون داخل البيت نتاعو، وفما أثار وزاروه حتى معناها كوقت أعضاء مفرع الرابطة بسوس. قمتوا بتقديم شكاية لغادة في هدية؟ ما قدمناش قداش باش نقدموا شكاية، أنا ملف مهدي من غربية في برشا شكاية، في شكاية ضد المدونين، أنا قدمت شكاية في سوسة ضد المدونين الأحرار اللي يهدوا في القضاة قبل اجتماع دائرة الاتهام للنظر في الملف، وشفتوها الناس كلهم في الفيسبوك، قدمت شكاية، سمعوه المهدي لدى الحرس الوطني في سوسة، لكن بعد ذلك الملف معناها هبط لتونس وقعد يدور بين المحاكم، وشخصيا مثل ما عنديش معناها شنو هو مآل. وعدكم زاد مع الثورة النيوز معناها هي عرض برشا تجاوزات، وأنه فما حتى أقوى من الدولة قلتوا هكا بالضبط. إيش معناها نهار كامل، وهي معناها تفتري على الناس مش كان على المهدي من غربية، فمش كيف الابتزاز قبل ما يتوقف مهدي طلبوا منه 50 مليون باش يوقفوا معناها نشر إشاعات في حقه، يخدموا معاهم ثورة النوز مدونين أحرار بالأشخاص تعرفوهم ومعروفين، وفما عشرات شكايات معناها ضدهم، وشيء معناها يعتبر الواحد معناها خارجين عن نطاق المحاسبة. قلتوا عندهم قدرة في وزارة كذلك معناها نستنجوا، احنا راهو نستنجوا الحكاية الكل هي معناها حماية. تصور اي مواطن شفتوش النشطاء في الشارع على ساعه، اقل حاجه اقل تدوينه يعرفوهم نشطاء يدافعوا على الحريات يوقفوهم على تدوينه واحده، هذا عندهم عشرات ومئات التدوينات ويحوسوا مازالوا معناها يهبطوا في التدوينات، معناها فما حمايه، شكون يحمي فيهم؟ هذه السلطه تجاوب عليه. شكرا.